حياكم الله مجددا مشاهدينا، جولة ميدانية مع أعضاء الفريق، نتعرف عليهم. الدكتور شاكر السيوف من دائرة الرقابة الصحية والمهنية دائرة المسالخ. مهندس أنس أبو عبود دائرة الرقابة الصحية. من التدقيق على النظافة وعلى العاملين هنا من ناحية النظافة الشخصية والالتزام بالشروط الصحية، كمان يتم التدقيق على الشهادات الصحية وخلو الأمراض. واضح بأن هناك حجم اهتمام كبير من خلال الجهات الرقابية، أي أنتم على المحال المخصصة ببيع اللحوم البيضاء الأسماك. اليوم جولتنا كلها مخصصة للأسماك، أسماك ولحوم، يعني إحنا راح نطلع واللي بنشوفهم بالطريقة بنأخذهم. طيب راح نأخذ الطريقة الأولى اللي يتأكد فيها المواطن المشاهد الكريم كيف يعرف بأنه هاي الأسماك صالحة للاستهلاك البشري أو يعني لا. راح نبين له الطريقة اللي أنتوا تعتمدوها للفحص ونبين تفاصيل أخرى إن شاء الله. من المعروف إن شاء الله، يلا خلينا نأخذ لنا جولة. هسا من المعروف إنه الأسماك يعني من اللحوم سريعة التلف، ومن المهم جدا على انه يعني المواطن نفسه يميز بين الاسماك الطازجه والاسماك التالفه. يعني هون احنا عندنا سمك الدنيس، نوع من انواع الدنيس. بين لنا عمليه الفحص. هسه كما حكينا انه هاي الاسماك يعني من يعني سريعه التلف، يعني من الاسماك من اللحوم اللي سريعه التلف، فمن المهم جدا على المواطن انه معرفه يميز بين او التفريق بين الطازج والتالف. فاحنا من اهم هاي الامور بننظر الى عن طريق العين وعن طريق الخياشيم وعن طريق قوام الاسماك وعن طريق الجلد برضه، شايف. فهون احنا عند الاسماك بعد الكشف على الاسماك هاي، وانت بين انه هذا السمك هذا نوع من انواع الاسماك هاي الدنيس مجمده، وهي اللي لاحظ هسه هون احنا عندنا العين لمعه، ولكن ايش العين اللي بتكون لمعه محدبه ولامعه، التالفه بتكون ايش لا بتكون زي ما بيقولوا كيف يعني قاره لجوا ومعتمه باهته يعني العين. هسه هون عندنا الخياشيم لازم تكون لونها احمر صافي. هون عندنا الجمبري. عمليه فحصه، هسه عمليه فحص الجمبري لازم يكون الراس تاعه يعني استقامه هيك، هذا ينعرف انه تازه. هسه هذا مش تازه برضه يعني قلت كيف، هاي مثلا الراس تاعته مش تازه مجمد هذا، فراح يتم الاجراء فيه، راح ياخذ يتم اجراء عندهم، راح يتم اتلاف هاي الاسماك وبعض منها يعني اللي احنا كاشفين عليها، يعني حمراء صافيه اللون، الجلد طبيعي برضه. ها يعني شوف كيف المفروض انه الجلد يعني يكون قشوره ثابته، لما تشد عليها وتحفها ثابته، القوام تاعها طل كيف ضغطنا بالاصبع المفروض الاثر يروح مباشره، شوف كيف. فهاي هون عندنا طازج العين برضه لماعه، هاي نوع من انواع الاسماك ويسمى بالحمراء. يمكن هاي العين الحمراء اللي كان اشار لها دورة رئيس الوزراء راح يفرجيها تجار بيوم من الايام، يا ريت يا هيثم تنزل لنا على الكاميرا او يعني تاخذ العين بشكل عام. ممكن تكون الحكومه تقصد بالعين الحمراء هذه العين لهذه السمكه. نعم، هذه الاسماك نوع من انواع الاسماك النوع اسمها الحمراء. هاي الاسماك يعني واضح العين كيف عندنا محدبه، عندنا برضه لامعه، الجلد القوام تاعها القوام يعني لا اثر للاصبع لو ضغطه لا حين الضغط، الجلد برضه يعني ماسك، القشور فيه ماسكه وغير يعني سهله الخياشيم عندنا هنا الخياشيم شايف كيف حمراء صافيه اللون واضحه، يعني هاي عندنا هاي سمكه طازجه وامورها كويسه. كان تحضير الاسماك يعني الامور عنده هنا مقبوله، كونه الاواني كلها ستانلس ستيل مستخدمه، كلها ستانلس ستيل، نظافه الارضيه كويسه، الجدران نظافه ممتازه، الاناره كويسه برضه. بالنسبه للغطاء الشعر، بالنسبه للقفازات، بالنسبه لهي التفاصيل يعني لها اثر بالغ ممكن يكون على اكيد طبعا هي كلها نظافه شخصيه، يعني عدم المؤاخذه لبسه القفازات بحميه من اي تلوث او اي نمو بكتيري ممكن ينتقل منه او للماده الغذائيه. غطاء الشعر نفس الشيء المفروض انه يكون مرتدي، اليونيفورم تاع الزي الرسمي له المفروض يكون يعني لابسه. طيب هاي ليش ما تحاول انه يحكي لك صاحب المحل تلتزم فيها؟ بالنسبه للقلفزات، القلفزات ما بتستحملش معانا في التنظيف، لان السمك ما بيستحمل شوك كله وهيك بتتقطع على طول القلفزات الشفاف،
بالنسبه للنيفورم بتاعي، بس انا عندي نيفورم فعلا بس مغسول، هغسل اليوم غسله لان الجو امبارح كان فيه عواصف وهيك والملع عفره من على الحبل، فاضطريت البس لبس غير. طب دكتور بالنسبه لايدي يعني على شايف كيف الجروح والدم اللي انا شايف يعني، عشان هيك احنا بننوه العاملين يعني، احنا بنحكي عن العاملين. معلش بس مد ايدك. يعني هذا يعني هذا شيء غلط يعني، هاي كلها ايش يعني سوء استخدام او لجهله بالموضوع التنظيف جرح نفسه يعني. نعم احنا هنا عند ثلاجة العرض برضو، هاي هنا عندنا سمك الروبيان، هاي مجمدة طبعا. بدنا نتم ندقق على بطاقة البيان فيها، تاريخ الانتاج تاعها ب 11 سبتمبر وتاريخ الانتهاء تاعها ب 11 برضو 10 سبتمبر 2022، يعني معها كمان خمس ست شهور. طبعا هاي الكمية الاسماك التي راح يتم اتلافها يعني مقدرة بوزن، احنا كم وزناها؟ 25 من انواع الدنيس، من انواع الاسماك الدنيس. وهي فقط المشكلة فيها انه يعني مجمد ويتم تطريتها. نعم هاي يعني اسماك غير صالحة للاستهلاك البشري، لذلك بسبب التجميد وترجع بقلبوها مره ثانيه بطروها. طبعا المواد اللي راح تستخدم بعمليه الاتلاف، المواد اللي راح تستخدم دكتور شاكر. نعم سيدي. الماده اللي راح تستخدم بعمليه راح نحط مواد منفره عليها ويتم اتلافها مباشره. اعطيني مواد منفره بالله. اذا اكثر من 25 كيلو من الاسماك اللي تم او يتم اتلافها بهاي اللحظات هون تم راح يضع مواد منفرة على الأسماك بحيث يتم إتلافها مباشرة. طبعا هاي الكمية من الدنيس راح يتم إتلافها أمام عين الكاميرا وعين المواطن. الحالة هي راح يتمم له طبعا تحرير مخالفة وضبط إتلاف. بعد القيام بعملية الإتلاف السمك المعاد تطريته، قمنا بتحرير مخالفة وضبط إتلاف بالكمية اللي تم إتلافها. وهي يعني إنذار الآن يوجه؟ لا مش إنذار، مخالفة. مخالفة بتحول على محكمة. بنودها فقط شو هي بنود المخالفة؟ هي الماء الإتلاف، وطبعا مرفق بالضبط اللي هو الكمية اللي تم إتلافها بالتحديد يعني. غير صالحة للاستهلاك البشري وغير صالحة للاستهلاك. البنود المخالفة راح تكون غير صالحة للاستهلاك البشري، وبين قوسين هي غش تجاري. بيع اللحوم على أساس أنها طازجة ولكن هي غير طازجة، هي مضرة، أي بقت مجمدة طروها عرضوا لنا إياها.